في الاكزامبل ده هنشوف ازاي نستخدم الريزيدولز مره تانية على بيستون سيلندر ارينجمنت. فالاكزامبل ان انا عملت تسخين هيتنج ات كونستنت بريشر، فعندي جاز موجود هنا التمبرشر 300 كلفن و10 بار، والبيستون ده بيتحرك، فلما سخنت دخلت كيو حصل اكسبانشن من فوليوم صغير لفوليوم كبير، فالاكسبانشن ده ادى ان الفوليوم كبر بس البريشر زي ما هو والتمبرشر زادت لان انا سخنت برضو. ف T1 دي كانت بتساوي 300 كلفن و P1 بتساوي 10 بار، وصلت الى 500 كلفن ونفس برضو البريشر 10 بار. فانا التسخين ده الكيو اللي دخلت عايز اعرف قد ايه، نعرف الفيرست ستيت انيشال ستيت والفاينل ستيت، وعايز اعرف برضو الشغل اللي انا عملته اللي السيستم عمله على السراوندنج بسبب الاكسبانشن ده قد ايه. فطبعا ده كلوز سيستم، البالانس ايكويشن بتاعته انرجي بالانس اللي هو الفيرست لو اوف ثيرمودينامكس بتساوي دلتا يو هتساوي كيو بلس دبليو. فانا محتاج احسب الدبليو والكيو. ممكن احسب الدبليو اعتبر ان ده حصل ريفرسيبل، هو بيقول ان انا حصل بشكل ريفرسيبل، فالدبليو دي ممكن اعملها من تكامل او ماينس تكامل بي دي في من ستيت 1 لستيت 2. والدلتا والكيو ممكن احسبها من الايكويشن دي، فانا محتاج اجيب الدلتا يو. دلتا يو ده عند 10 بار فما اقدرش اعتبره قوي ايديال جاز، فممكن نستخدم الايكويشن اللي احنا اتعلمناها نقول ان الدلتا يو هتساوي يو 2 ريزيديوال بلس دلتا يو ايديال جاز minus ال U1 residual. فبالشكل ده ممكن لو عارف اجيب ال residual internal energy ممكن اجيب التلاتة terms واقدر اجيب الدلتا U ومن هنا اقدر اجيب ال Q. فهي دي الخطة بتاعتنا يعني. فنبدأ نحاول نجيب الدلتا U في الاول. ادي ال equation اللي هستخدمها اللي هي فيها التلاتة terms. نشوف ال ideal gas دلتا U ال U function في temperature بس لو هو ideal gas. فدلتا U هتبقى في الحالة بتاعتنا لو هو ideal gas بيساوي تكامل سي في دي تي، ولان هو مديني السي في وقال انها كونستانت، فالسي في ايديال جاز اللي هو مديهالي في الفرق التمبرتشر تي 2 ماينس تي 1 اللي هو برضو هما مديهالي 500 و300 كلف. فانا كده جبت اول الترم ده اللي هو سهل بتاع الايديال جاز، وقال ان السي في دي بتساوي 3 ار، يعني ده بتساوي 3 ار في تي 2 ماينس تي 1. طيب عشان نجيب بقى الريزيديوال، فالريزيديوال احنا شفنا ان هي تكامل لو انا بعملها بالفي من في بتساوي انفينيتي للفي تي في دي بي باي دي تي ات كونستنت فوليوم ماينس بي دي في. وهو برضو قال لي ان الجاز ده بيتبع فاندر فالز ايكويشن اوف ستيت، فبالتالي عارف الاي والبي بتاعته وعارف البريشر بتاعه بتساوي ايه، pressure يساوي RT على V minus B minus A على V squared، وعارف ال DP by DT من التفاضل ده بالنسبة constant volume بالنسبة تمشي at constant volume بتساوي R على V minus B. فلما عوض بدول هتلاقي ان RT على V minus B و RT على V minus B راحوا مع بعض، فهتبقى بتساوي تكامل من infinity ل V بتاعت A على V squared بالminus، بس عندي minus هنا فهيروحوا مع بعض DV. المعمل التكامل ده هيبقى ماينس A على V من انفينيتي الى V، يعني يبقى ال U residual هتساوي ماينس A على V. فهو مشي كده وادي U residual طلعت ماينس A على V على طول. فممكن احسب ال U residual 1 عند state 1 وال U residual 2 عند state 2، بس محتاج اجيب V1 و V2، فاجيب V1 و V2 من فان دير فيلز equation of state. فان دير فيلز ايكويشن اوف ستيت انا عارفها، بي بتساوي ار تي على في ماينس بي ماينس اي على في سكويرد. دي لو عند بي 1 وتي 1 اجيب في 1 لانها كيوبيك، فممكن احل كيوبيك ايكويشن واجيب قيم لفي 1 وفي 2. هنشوف زي ما قلنا قبل كده في الشابتر الجديد ازاي نحل الكيوبيك ايكويشن اوف ستيت دي باشكال مختلفه بطرق مختلفه يعني. بس النقطه ان هو بتجي لي 1 ريل روت، هم دول الفي 1 والفي 2. فبعد كده هعوض واجيب ال residual 1 وال residual 2 واحط الارقام واخد بالي ان انا اليونتس كاتبها مظبوطه، وطلعت في الاخر ال U2 minus U1 ب 5000. لو كنت تجاهلت
الريزيدوالز كانت هتطلع 4990. فالفرق مش كبير بس في فرق. فبالتالي الطريقه الصح انك تاخدهم في الاعتبار عشان ده عند 10 بار. بعد ما عملنا كده محتاجين نجيب الورك. يبقى انا كده اول حاجه جبت الدلتا يو خلاص. محتاج اجيب الورك اللي هو قلنا ماينس تكامل بي دي في. فممكن برضو لان ده ايديال جاز. انا اسف هو مش ايديال جاز ده فاندر فالز جاز بس لانها ايزوباريك بروسيس فالبريشر كونستنت. فاقدر اطلعها بره التكامل واعمل التكامل فهيبقى بتساوي ماينس بي في في 2 ماينس في 1. والبريشر هي 10 بار. والV2 والV1 أنا حسبتهم هم الرقمين دول. فطلعت من الورك expansion compression أو expansion contraction بسوي ماينس 1710 جول بير مول. خلاص وأنا عارف إن دلتا U بتساوي Q plus W. فيبقى الQ هي بتساوي الدلتا U اللي أنا جبتها 35 ماينس الW. فطلعت ب 6740 جول بير مول. يبقى انا كده حسبت الكيو والورك. طيب نشوف اكزامبل تاني في الفيديو الجاي. شكرا.